مساء الخير أعزائي المشاهدين. القاعدة تخسر رأساً جديداً، والولايات المتحدة الأمريكية تربح نقطة مهمة في الحرب على الإرهاب بقتل أنور العولقي اليوم في اليمن. كيف ستكون حال القاعدة في اليمن وخارج اليمن بعد العولقي؟ لا تزال دولة فلسطين المنشودة ملفاً يختبر مجلس الأمن العالق أيضاً بالملف السوري. هل عطل النظام الدولي الراهن مجلس الأمن؟ وهل نحن أمام حرب باردة جديدة بين الكبار في الشرق الأوسط مسرحها الحالي فلسطين وسوريا؟ نناقش هذه المحاور في الجهات الأربع مع ضيوفنا. معنا ستيفن هايدمان، نائب الرئيس والمشرف على مبادرات الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام. معنا أيضا جوديث كبر، مديرة برامج الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية في واشنطن، وعبد الوهاب الكبسي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة في واشنطن أيضا. ومن القاهرة نرحب بعماد جاد، رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بكم في الجهات الأربع، مساء الخير. أنا أول شيء برحب بجوديث كبر، منذ فترة لم تكن معنا، أهلا بك. جوديث، أبدأ بطبعا موضوع العولقي ومقتل العولقي اليوم. الرئيس أوباما أعلن هذا الصباح أن السلطات اليمنية تعاونت بمقتل العولقي. هل برأي جوديث كبر هذا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليمن يعني يعطي فرصة جديدة لعلي عبد الله صالح أن يستمر في الحكم؟ أعتقد أنها ليست مصادفة أن العولقي تم العثور عليه وقتله أيام قبل عودة الرئيس صالح من السعودية، وقد أجرى مقابلة مع الواشنطن بوست وتايم ماجازين، وقال أنه كان هناك تعاون قوي مع السعودية ومع الولايات المتحدة خاصة في الجنوب فيما يتعلق بموضوع القاعدة. بالتأكيد هذا يمنحه مهلة قصيرة ويعطيه فترة زمنية قصيرة ولكن ليست كثيرة، لأن المعارضة الداخلية في اليمن للرئيس صالح معارضة كبيرة جدا، وبينما الأمريكيين والسعوديين ربما يدعمون مطالبته بانتقال سلمي، إلا أن ما سيأتي لاحقا أنا غير متأكد أن الشعب اليمني سيتسامح مع استمرار الرئيس صالح في السلطة، وأن يبدو أنه راسخ في الرئاسة. ستيفن، يعني موضوع السعودية أيضا لافت، يعني بمعنى برأيك السعودية شعرت بخطر القاعدة في اليمن، يعني وهل بهذا المعنى، لا أستطيع القول سمحت أو غير سمحت، إنما سهلت عودة علي عبد الله صالح إلى اليمن؟ السعودية في رأيي كانت قلقة جدا بشأن زيادة عدم الاستقرار في اليمن والاستمرار في تآكل سلطة الحكومة المركزية هناك. السلطة المركزية تقوم بسيطرة أكبر الآن مما كان عليه الحال قبل سنة، وحتى قبل سنة كانت هناك مناطق واسعة في اليمن خارج سيطرة الحكومة. هذا الموقف أصبح أكثر سوءا، وعلينا أن نفترض أن أحد الأسباب أن السعودية سمحت للرئيس صالح أن يعود إلى اليمن تعود إلى صفقة توصلت إليها معه، بمعنى أنه سيتخذ خطوات للتطرق لبعض الهواجس الأمنية المتصاعدة في العديد من المناطق في اليمن بما فيها شمال الغرب وأيضا جنوب وسط البلاد. من ناحية أخرى علينا أن نتوقع أن الرئيس صالح سيستغل أي نجاح يحققه على هذه الأسس للبرهنة على قيمته المستمرة للسعوديين، وكي يوفر لنفسه إمكانية البقاء في السلطة حتى لو كان هذا ما لا يريده السعوديون. عبد الوهاب، أنت تشارك جوديث اعتبرت أن فترة علي عبد الله صالح ستكون فترة قصيرة، يعود بعدها الشعب اليمني
المطالبة طبعا ستستمر التظاهرات وحركة الاحتجاج، إنما هل برأيك الفترة فترة قصيرة أم ما ذكره ستيفن أنه مضمون الصفقة هو فقط موضوع أمني، أم أن الصفقة تتضمن أيضا أن يتنازل علي عبد الله صالح عن الحكم؟ موضوع فترة قصيرة هو موضوع نسبي، يعني عندما كنا نتحدث في شهر مارس الفترة القصيرة كانت عبارة عن أسبوعين وينتهي موضوع علي عبد الله صالح، وها نحن الآن في قرب نهاية السنة ولا زال علي عبد الله صالح اليوم. كثير من المحللين اليمنيين يرون أن موقف علي عبد الله صالح اليوم أقوى من أي فترة مضى في الأشهر الماضية القريبة الماضية، وما اغتيال العولقي قد يؤثر في ذلك لصالح علي عبد الله صالح، لزيادة كفة ترجيح كفة علي عبد الله صالح. فتخمين متى ينتهي حكم علي عبد الله صالح أثبت نفس علي عبد الله صالح أنه من الصعب. لكن وضع اليمن وضع معقد جدا سام، موضوع الربيع العربي لا يزال موضوع قائم في اليمن، لكن قد يكون الوضع في مجال التغير الآن ليصبح موضوع أقرب. اليمن الآن في أقرب احتمالات الحرب الأهلية منذ 7 أو 8 أشهر الماضية. الوضع معقد جدا، حتى في داخل مخيم علي عبد الله صالح هناك خلافات، نائب الرئيس ليس بالضرورة في خط واحد مع الرئيس دائما، بعض قيادات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. بس انطباع عبد الوهاب أنه عودة عبد الله صالح بعد يومين، وهذا الموضوع ورد في صحف يوم أمس، أن أحد أسباب العودة هو محاربة القاعدة بعد يومين من وصوله قتل العولقي. قد أختلف بعض الشيء في هذه الناحية، أنا أتصور أن اغتيال أنور العولقي يأخذ أكثر من يومين، يعني موضوع تخطيط القتل رمزية العولقي الموضوع، رمزية الموضوع قد يكون شيء، يعني هل 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 السؤال هو إن الدرون الأمريكي الصاروخ الموجه الأمريكي انتظر لأن يعود علي عبد الله صالح أن يضرب العولقي؟ لو كان بإمكان هذا الصاروخ الموجه قتل العولقي قبل أسبوع لقتلوه، فلا أتصور أن التوقيت كان لننتظر لعودة علي عبد الله صالح. لكن ربط مقتل، يعني الجهة المعاكسة لذلك، مقتل العولقي بعد عودة علي عبد الله صالح في رأيي يخدم علي عبد الله صالح نفسيا داخل اليمن خارج اليمن، أنه تعاون وربط علي عبد الله صالح القاعدة والعولقي بالإخوان المسلمين أيضا توقيت مهم جدا وتأثير سياسي كبير. بدي أنتقل إلى القاهرة مع ماجد، أنا أرحب بك يا ماجد في الجهات الأربع، يعني سندخل بتفاصيل مقتل ونتائج وتداعيات مقتل العولقي، إنما سؤالي هل هذا الاغتيال يعطي هذه الأنظمة مزيدا من الصلاحية بمعنى أنها ضرورية لمكافحة الإرهاب؟ ما رأيك من القاهرة بهذه الفكرة؟ طبعا المؤكد أن نظم الحكم السلطوية في العالم العربي مثل نظام مبارك، نظام علي عبد الله صالح، نظام زين العابدين بن علي، كلها اعتمدت على نقطة رئيسية، أنني الضامن لعدم سيطرة الأصوليين المتشددين، أنني حائط الصد في مواجهة هؤلاء، أنني أقوم بالنيابة عنكم بمواجهة هؤلاء واعتقالهم ومحاسبتهم على نحو لا تستطيعون أنتم أن تحاسبوه، لأن نظمكم ديمقراطية وأنتم أمام مسؤوليات ومحاسبة. أنا مع الدكتور كبسي في الحديث عن أن الصاروخ الأمريكي لم ينتظر علي عبد الله صالح إلى أن يعود، لكن ما أفهمه هو ربما تكون هناك معلومات استخباراتية قدمها نظام علي عبد الله صالح في توقيت محدد، بحيث يأتي اغتيال العولقي كهدية عودة أو مكافأة عودة علي عبد الله صالح، وبالتالي في الوقت الذي يسبب فيه الأخوان المسلمون والجماعات الأصولية المتشددة مشاكل للربيع العربي في مصر، في تونس، في ليبيا، في سوريا، في هذا الوقت يتقدم علي عبد الله صالح باعتباره من النظم التقليدية التي من مهددة أن يطيح بها الربيع العربي، وهي أكثر إخلاصا ووفاء وفائدة للحكومات أو الإدارات الغربية. وبالتالي أنا أعتقد أن علي عبد الله صالح بهذه اللعبة هو أراد أن يقول دعوكم من قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في عالمنا العربي، نحن غير مؤهلين
وشعوبنا غير مؤهلة لذلك، وبالتالي يعني عماد من يمكن أن يستفيد، من يمكن أن يستفيد من هذا، من هذا التصور أو من هذا السيناريو؟ يعني بمعنى أن هذه الأنظمة تحمل صندوق من الأفاعي تخرج أفعى وراء أفعى، من يمكن أن يستفيد جراء هذا، هذا هذه المواقف، يعني هذه السلة من المواقف برأيك؟ الذي يستفيد هو الذي يقول بأن شعوب المنطقة غير مؤهلة حتى الآن للديمقراطية، الديمقراطية تعني فوضى، والفوضى سيطرة الإسلاميين، وسيطرة الإسلاميين إلغاء معاهدة سلام مع إسرائيل، أو سيطرة تنظيم القاعدة وما إلى ذلك. سنجد ذلك تردد على لسان علي، على زين العابدين بن علي، على لسان مبارك، على لسان علي عبد الله صالح، على لسان الكثير، حتى القذافي هذا الشخص المجنون الذي أسقط الطائرة فوق كالوكير بيستخدم مثل هذه الأمور، وقال أنهم مع القاعدة، ثم بعد ذلك قال ستعاون مع القاعدة. الذي يستفيد هو من مصلحته وقت الربيع العربي، وبالتالي كل النظم التقليدية التي لم تتأثر بأجواء الانفتاح العربي من مصلحتها. أنا لا أستبعد أن تكون هناك مصلحة يمنية سعودية، وأيضا ربما تقاطع بالتأكيد مع أكثر من نظام عربي آخر في المنطقة يستعصي على التغيير. وأعتقد أن ربما نقلوا الأزمة الآن إلى الإدارة الأمريكية وغيرها من العواصم الغربية. أيهما أفضل لكم؟ حالة الاضطراب التي تسود بلاد مثل تونس ومصر، ووجوه السلفيين والأصوليين التي تخرج عليكم، ابقى معي عماد، ابقى معي. هذا النظام غير الديمقراطي. ابقى معي عماد. يظهر أنه في الاستوديو جودث لديها تعليق، وكذلك ستيفن. جودث، بماذا تعلقين على ما ذكره عماد؟ يعني أنا أريد أترك الوقت المتبقي لهذا المحور لنرى تداعياته على الداخل الأمريكي فقط، إنما إذا لديك تعليق على ما قاله عماد وكذلك الأمر ستيفن. نعم لدي تعليق. أعتقد أن الملكيات في الدول الخليجية وفي الأردن وربما المغرب، على الرغم من أن هناك بعض التحولات في هذين البلدين، تشعر بالتوتر بشأن الربيع العربي لأنها تحب التغير البطيء. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة والغرب وأوروبا، الأحداث في تونس وفي مصر تم الترحيب بها، لم تكن متوقعة ولم يكن متنبأ بها، وتطلب الأمر وقتا لإحداث التغير التاريخي الهائل في العالم العربي. من الواضح في اليمن وسوريا، اليمن يبعث على الحزن لدى الجميع، ولكن هناك القليل الذي يمكن لأمريكا أن تفعله بشأن هذا العنف في اليمن وفي سوريا. أعتقد أنه من سوء الحظ أنه في كل وقت يكون فيه هناك شيء من الفوضى، الأمور تتصلح، هناك بعض العنف، هناك الإخوان المسلمين في الغرب الذين يحاولون تعطيل الربيع العربي. الإخوان المسلمون يوفرون استعدادهم للمشاركة بنظام ديمقراطي تشاركي، ولهم صوتهم أيضا. وبالتأكيد الولايات المتحدة أبعد أو أكثر من سعيدة أن ترى عملية الديمقراطية، وترى أنها حركة علمانية شبابية قوية ولها بعد تاريخي هائل يحدث في الشرق الأوسط. ولكن الديمقراطية لا يمكن التوصل إليها في ليلة وضحاها، تتطلب عقودا. مصر هناك حالة ديمقراطة، إذا تمت فهذا نجاح هائل. ستيفن، لحظة إلى العولقي والأحداث في اليمن. أعتقد أن من المثير للاهتمام أننا ناقشنا هل هناك مصلحة سعودية مرتبطة مع الاغتيال. أنت تريد أن تنتقل إلى التأثير على الحلبة الأمريكية، ولكن هناك أيضا حلبة يمنية داخلية، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل لهذا تأثير على المسرح اليمني؟ من الصعب أن نرى ذلك. يبدو لي أن علينا أن نفهم أن هناك مستويين من المكاسب بالنسبة لصالح. إنه يحاول أن يترك انطباعا جيدا لرعاته الإقليميين والدوليين لدعم حجته، كما قال زميلنا من القاهرة أنه
أنه الشيء الوحيد الذي يقف ما بين اليمن والقاعدة أو اليمن والعنف السياسي، وحتى لو كسب حظوة من خلال هذه الحجة وهذا الاغتيال اليوم، لا أحد داخل اليمن سيهتم كثيرا بهذا، فهذا لن يغير مطالب الجمهور اليمني بأن يغادر السلطة، ولن يؤثر على موقف قبيلة حاشد أو الأحمر التي انتقلت إلى صفوف المعارضة، ولن يقنع الجنرال علي محسن أن يتخلى عن دعمه للمحتجين. إذن صالح يحاول استغلال هذه المساحة التي حصل عليها على المستوى الدولي كي يعطي نفسه وقتا للتفاوض على توازن جديد للقوة. أنا غير متأكد أن المعارضة اليمنية ستمنحه ذلك، وسيكون من المؤسف لو أن الولايات المتحدة والسعودية، لأنهما أحب ما فعله في الجبهة الخاصة بمكافحة الإرهاب، أن يقوم بتخفيض الضغط عليه للقبول بخطة انتقالية يتنحى من خلالها عن السلطة. في نفس الوقت عبد الوهاب تكهن بأن هذا ربما هو الحال. أنا سوف أعطيك نقطة، يعني يمكن دقيقة واحدة بهذا الموضوع اليمني، إنما بعد الاستراحة الأولى نعود إلى عبد الوهاب الكبسي، فأبقوا معنا. جديد أعزائي المشاهدين، الجهات الأربع، عبد الوهاب الكبسي سريع. كلمة سريعة بالموضوع اليوم، لأني سوف أنتقل إلى الموضوع الثاني. وعموما الربيع العربي خلص أتى، لن تعود عقارب الساعة إلى الماضي. الأمريكان والأوروبيين يعرفون أن التغيير حاصل في اليمن وسيمضي قدما، وأن الحركات الإسلامية سواء النهضة في تونس أو الإخوة المسلمين في مصر أو الحركة اليمنية منها الإصلاح في اليمن ستكون جزء من هذا التحول. داخليا المؤشرات مهمة جدا أن هذه مواجهة واضحة، ولأول مرة علي عبد الله صالح موقفه من المعارضة من القاعدة واضح، وهذا سينعكس عسكريا ليس لصالحه داخل اليمن. قبيلة العوالق من أهم القبل اليمنية في الجنوب، وهي هددت أن مقتل أنور العوالقي سيكون هجوما عليها كقبيلة وستواجهه. إذا هذا الموضوع الآن أصبح موقف علي عبد الله صالح واضح، لم يعد مزدوجا بل أصبح موقفا واضحا، وهذا سينعكس داخليا. في الجنوب اليمني فقط سؤال هذا الحيث يخدمه مع بعض الجهات في الجنوب اليمني، في الجنوب اليمني مع بعض الجهات، ويضره مع جهات أخرى. هو من قبيلة مهمة جدا، قبيلة العوالق. شكرا عبد الوهاب. بدي أنتقل إلى الموضوع الثاني مع ستيفن. موضوع الأزمة أو المأزق في التعاون الدولي، يعني شهدنا في جلسة مجلس الأمن الجمعية العامة ومجلس الأمن موضوعين، فلسطين من جهة والموضوع السوري من جهة ثانية، فيتو أمريكي، تهديد بفيتو أمريكي هنا وتهديد بفيتو روسي من الجانب الآخر. طب أنت كيف تقيم مداولات الجمعية العامة في هذه الدورة 66 ومجلس الأمن كل هذه القضية؟ ما شاهدناه هو أمثلة هامة على مدى الصعوبة التي تتعلق بإدارة الأزمات العالمية في نظام دولي أصبحت فيه القوة موزعة. أيام الهيمنة الأمريكية انتهت، وهناك قوة إقليمية مثل البرازيل والهند وتركيا ودول أخرى، وهناك أيضا أنظمة سلطوية قوية جدا في روسيا والصين، وكلها تلعب دورا متزايدا في الحكم العالمي، وهذا يجعلها في حالة تناقض مع الولايات المتحدة والغرب. وقد أصبح واضحا من هذه المناقشات في مجلس الأمن التي تحدثت عنها أن الروس بصورة أساسية هم الذين عطلوا الحراك بالنسبة لتصويت في مجلس الأمن حول سوريا، ولكنهم ليسوا الوحيدين، فهم يتمتعون بالدعم من البرازيل وتركيا ولبنان وجنوب إفريقيا ودول أخرى أيضا قاومت دعم العقوبات ضد سوريا. بالنسبة للسؤال الفلسطيني، منظمة التحرير الآن
لديها 8 دول أشارت أنها ستدعم، وهم يتطلعون إلى 9 أعضاء، والولايات المتحدة تهدد بالفيتو وسيكون مكلفا إذا جاء ضد أغلبية مجلس الأمن. هذا التحدي الذي يواجه الحكم الدولي، الذي يواجه إدارة أوباما، أيام الهيمنة الأمريكية انتهت، ولا نعرف بعد ما هي الصيغة الخاصة بتأمين التعاون الدولي في المسائل الأمنية العالمية. عماد جاد، استمعت إلى ستيفن هايدمان، بمعنى أنه نظام القطبين غير موجود، النظام متعدد الأقطاب لا يزال متعثر، يعني كما ذكر مواقف عديدة أدخلت هذا التعاون الدولي في مأزق. طيب، ما هو يعني كنا نلوم الرئيس بوش على الأحادية الأمريكية، اليوم الأمريكان انخرطوا في التعاون الدولي والنظام متعدد الأقطاب، إنما ماذا وصلنا؟ ألا تعتبر أننا نزال في مأزق، بل دخلنا بحالة من الفوضى الدولية؟ يعني ربما نجد مشابهة بين النظم التي تمر بمراحل انتقالية وتشهد نوع من الفوضى، وبين الوضع في النظام الدولي. الولايات المتحدة مؤكد بالقاطع مكانتها تتراجع، دورها ووزنها يتراجع في وقت يتصاعد فيه الأوزان النسبية لأدوار أخرى، بصرف النظر عن أنها ديمقراطية أم سلطوية. الصين دورها يتصاعد ووزنها، روسيا أيضا يتصاعد، ربما في الحقبة الجديدة مع بوتين سيتصاعد بوتيرة أعلى. هناك البرازيل، هناك أيضا الهند. إذا نحن نقترب رويدا رويدا من نظام متعدد الأقطاب، لكن عادة في مراحل التحول، لأن هذه ستكون المرة الثانية التي تتغير في طبيعة النظام الدولي. نظام ثنائي القطبية انهار بدءا من 89 بدون حرب لانهيار الكتلة الشرقية، وكانت هناك شبه أحادية أمريكية. الآن وبعد حوالي ما يزيد قليلا على العقدين، النظام بدأ يتغير مرة أخرى باتجاه التعددية القطبية، وأيضا بدون حرب. ربما هناك حروب دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وانهكتها، لكن علينا أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك ب يعني كل الصفات الخاصة بالقوة الأولى في العالم، ولا أقول القوة الوحيدة، وبالتالي لا تقدم النموذج في أي قضية. يعني هي تتحدث عن الربيع العربي رغم أنها سندت زين العابدين بن علي في البداية، وسندت مبارك في البداية، ولا تزال لم تأخذ كلمة واحدة باتجاه الرئيس اليمني حتى الآن، في حين أنها تتشدد باتجاه الرئيس السوري، وأيضا تشددت باتجاه القذافي. أيضا موقفها من القضية الفلسطينية موقف لا يمكن الدفاع عنه، وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مواقف غير مبررة إلا من إطار المصلحة، وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها من منطلق القانون الدولي أو الاستقرار الدولي. يقولون المفاوضات، أين هي المفاوضات وماذا فعلت؟ وبالتالي رويدا رويدا ستتصاعد أدوار الدول الأخرى، وهناك حالة من حالات الجرأة، دعنا نسميها الجرأة، لعواصم دولية أخرى كموسكو وبكين على واشنطن، بمعنى أن موسكو في الموضوع السوري يمكن أن تتمسك وتعطل الموقف تماما، مثلما واشنطن كالعادة يمكن أن تعطل أي خطوة باتجاه حقوق الشعب الفلسطيني. فنحن سنمر ربما بعدة سنوات سنجد أن هناك مناكفات متبادلة، هناك جرأة من العواصم الأخرى على واشنطن، ورغم أنني لا أحب التشبيهات، لكن يمكن أن نقول أن واشنطن كالأسد الجريح يلملم جراحه، وبالتالي هناك جرأة من باقي حيوانات الغابة إذا جاز استخدام هذا التعبير على هذا الأسد الجريح، وبالتالي لا يوجد حسم أمريكي. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية استمرت كقوة أولى في العالم لربما فرضت ما تريد، أما الآن فهي تتراجع كثيرا امام العواصم الاخرى نتيجه تراجع قدرتها الاقتصاديه، وفي نفس الوقت ستتعرض لازمات شديده في المواقف الاخرى كالقضيه الايرانيه. ابقى معي جوديث، يعني لم يرضى يعني عماد جاد، لا التدخل الامريكي الاحادي يرضي العالم، ولا الانخراط الامريكي الذي ادى الى هذه الحاله يلقى قبولا. طب ما هو المخرج برأيك اليوم؟ برأيك الجمعية العامة والأمم المتحدة بصورة عامة صالحة لأن تتلقى أو أن تستوعب نظام متعدد الأقطاب برأيك؟ أعتقد أن الأمم المتحدة بالتأكيد لها دور تلعبه، وهي ليست منظمة فعالة، ليست لديها قوات أو الكثير من المال، ولكنها مكان جيد لكل أنواع اللاعبين المختلفين
كي يقوموا بالأداء، كي يطرحوا دعاويهم ويدافعوا عن مواقفهم. أعتقد أن الجمعية العامة لها دور على وجه التحديد في الدول غير الغربية، حيث الدول لا تزال تشعر أنه ليست لديها فرصة للتعبير عن وجهات نظرها. مجلس الأمن يختلف قليلا لأنه ملزم، أو من المفترض أن يكون ملزما، وعبر السنين كانت هناك الكثير من قرارات مجلس الأمن التي تم التصويت عليها بالإجماع ولا أحد يعيرها انتباها. إذن لا يجب أن نشعر بالإثارة كثيرا بشأن الأمم المتحدة، ولكن الموقع النظام متعدد القطبية، وحيث هناك تهديدات عبر الحدود، والولايات المتحدة لا يمكن أن تحل كل المشاكل بنفسها، فهناك حاجة إلى مقاربة متعددة الأوجه. الحرب الباردة انتهت في عام 85 أو بعدها بقليل، ربما 89، وبالتالي هذا وقت قصير للعالم كي يعيد تنظيم نفسه، خاصة مع الأحداث الهائلة مثل الربيع العربي الذي أعقب انهيار أوروبا الشرقية، وأماكن أخرى التي بدأت فيها الصعود، حيث الدول تريد أن يكون لها مكانها في النظام العالمي. إذن أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تتراجع أو تتقدم. الولايات المتحدة موجودة هناك، وهي قوة كبرى ومهمة جدا، ولا تريد أن تنخرط في مشاكل الجميع، تريد وبقوة أن تخرج نفسها من حربين دخلتهما. الرئيس أوباما موقفه لا يبعد عنا، هو يفكر في الأرواح الأمريكية التي فقدت، وكيف يمكن إنقاذ الاقتصاد الأمريكي. ثالثا، كيفية إعادة انتخابه من جديد. ماذا يحدث في مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام؟ هناك مراقبة له، وهو مهم ورمزي، ولكنه لن يبلور مستقبل النظام الدولي. عبد الوهاب، يعني أنت قبل الفاصل سوف أبقى معك، إنما برأيك روسيا والصين، الأداء الروسي والصيني خلال هذه الفترة، هل هو أداء متعاون أم أنه فقط مواقف لعرقلة أي تعاون دولي؟ يعني إذا تحدثنا عن تعاون دولي كما تحدث عماد جلال، طب نتحدث عن موقف الجانب الآخر الروسي والصيني، كيف تقرأ موقفهم؟ هناك معترض؟ طبعا دول، لا ليس بالضرورة معترض، دائما روسيا والصين كدول عظمى الآن في هذا الجو الضبابي الآن، من هو مسؤولية من إدارة العالم، هي تحاول أن تجد لها دور يعكس مصالحها هي. بس ما لديها مشروع؟ ما هو المشروع الروسي البناء الواضح الذي تقدمت به سوى الاعتراض على المواقف الأمريكية؟ لا، لديها يعني لديها مواقف قد لا تكون لديها عروض جديدة أو حلول جديدة. لا يزال الموقف الأمريكي، أحببنا ذلك أم لم نشأ، هو لا تزال هو الجو الدور الأقوى في العالم. لكن سوف أعود لمتابعة هذه النقطة. نتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة ثانية، نعود بعدها للجهات الأربع ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم مجددا في الجهات الأربع. أنا عبد الوهاب، أعتذر منك، تشاء الصدفة أن تكون كل مرة الفاصل على دور. كنا نتحدث يعني قبل أن أدخل بالملفات الإقليمية تحديدا، الموقف الروسي والموقف الصيني، يعني أنا ذكرت أنه قد يكون موقف معرقل أكثر منه موقف بناء يعرض حلول معينة. قد يكون ذلك، لكن شوف، لا شك أن روسيا والصين تبحثان عن أدوار لهما إقليميا عالميا في جو من الضبابية. كان هناك قطبين يتعاملين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، والآن أصبحت متعددة الأطراف، أصبحت البرازيل لها دور عالمي، أصبحت الهند لها دور عالمي، ولا ننسى دور القاعدة أيضا. القاعدة أصبح لها دور عالمي مؤثر كأحد الأقطاب،
شئنا أم أبينا، أعجبنا ذلك أم لا، لها دور مؤثر. إذا نزلت درجة واحدة تحت ذلك وعلى المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، هناك أيضا تعدد أطراف، هناك السعودية، إيران، تركيا، إسرائيل، القاعدة لها صراع، وهناك صراعات متعددة جدا في هذه المنطقة. في هذه الأجواء الضبابية على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي يكون للأدوار وللمبادرات المحلية في رأيي تأثير أكبر. ماذا سيحصل في سوريا؟ أنا في رأيي في هذا الجو الضبابي سيكون تأثيره أكثر على المبادرات الداخلية في سوريا. ما هو دور المعارضة؟ متى سيحصل داخل سوريا؟ وهذا هو موضوع الحديث بعد هذه الفقرة. وفي اليمن أيضا سيكون تأثير الجو الداخلي أكثر في رأيي من التأثيرات الدولية والتأثيرات الإقليمية، وهذا يعطي فرصة للمبادرات الداخلية أن يكون لها دور أكبر بكثير مما كان أثناء الحرب الباردة بين القطبين. هذا السؤال أطرحه على عماد جاد من القاهرة، هل تعتقد أنت أو توافق من يقول أن الدول المنطقة، دول منطقة الشرق الأوسط، تستعصي على التدخل الدولي، يعني لديها هامش واسع في المناورة ولا تخضع للضغوط الدولية بسهولة؟ لماذا؟ لا، يعني لا أستطيع أن أقول أنها تستعصي. ربما ما يبدو من استعصاء هو نوع من التوافق أو مساحة من الالتقاء والتوافق. بمعنى أنا أعتقد مثلا على سبيل المثال أنه اعتبارا من ظهور مشروع التوريث في مصر 2004 وبعد الحرب على حزب الله على لبنان 2006 ونشر صحف مصرية خاصة بوستر لحسن نصر الله، حدث نوع من التوافق على أن الديمقراطية ليست أولوية في المنطقة، ليست أولوية للإدارة الأمريكية، أولوياتها هو من يضمن الأمن ويضبط الأوضاع ويقمع الاتجاهات المتشددة داخل الشعوب. لا أعتقد أن هناك استعصاء، هناك تلاقي في المصالح. أعتقد على سبيل المثال ليبيا حينما أرادت الدول الغربية والناتو أن يعمل لإسقاط نظام القذافي أسقطه. هناك أعتقد مصالح ضخمة حتى الآن تحول عربيا. لا تنسى أن سقوط نظام القذافي بدأ بطلب من الجامعة العربية لمجلس الأمن كي يوفر الحماية للشعب الليبي. هذا الطلب لم يقدم في الحالة السورية. لماذا؟ عفوا لكن عماد، بس سؤالي لكن أنت تعتبر ليس من مصلحتها عماد، أنت تعتبر أن التعثر في قرار عربي أو تدخل عربي يعني بسوريا باليمن، المشكلة أن الموقف العربي غير حاسم، لهذا السبب التدخل الدولي أو الضغط الدولي لم يثمر؟ يعني هناك تعثر عربي بالفعل، هناك عدم موافقة من نظم الحكم العربية على هذا التوجه، وفي نفس الوقت هناك طاقة لمصالح دول غربية. يعني على سبيل المثال بالنسبة لليمن، أنا لم أسمع كلمة واحدة من مثلا الإدارة الأمريكية أو لندن أو باريس تقول على الرئيس صالح أن يخرج من السلطة في غضون كذا أو كذا، أو تلوح باستخدام القوة، لأن هناك مصلحة كما قلنا، وربما اغتيال أنور العولقي يمثل دليلا على ذلك. بالنسبة لسوريا، يعني الخصم الرئيسي لسوريا في المنطقة كانت المملكة العربية السعودية، وحاولت حتى تجاوز هذه المسألة في لبنان ولم تنجح. لكن هناك خوف من سقوط النظام نقطة السوري. واحدة إذا سمحت لي، بس نقطة واحدة، يعني هذا في رأيي يزيل تماما الدور الداخلي وما حصلت، ما حصل أولا في تونس في البوعزيزي، ثم ما حصلت من الثورات الهائلة في مصر وثم اليمن وسوريا وهذه والبحرين. يعني كأنها كل شيء يدور من الخارج و والتأثيرات تنعكس داخليا. هذه ثورات حقيقية يا أخي، ما حصل في المنطقة العربية من والربيع العربي هو شيء حقيقي فرض على الدول الإقليمية وفرض على العالم كل التعامل معها، وهذا التحول يجري الآن. يعني يا سيد عبد الوهاب، وكأنك تقفز إلى نتيجة مضادة لما أقول. أنا لم أقل مضادة لما استنتجت، أنا أقول أن هناك مصالح الولايات، يعني الدليل على أنها ثورات والثورة في مصر صنعها الشعب المصري أن إدارة أوباما وبعد أن أرسلت مبعوثها توقفت عن أي حديث مضاد لمبارك، وأن الحكومة الإسرائيلية ضغطت من أجل بقاء مبارك، ورغم ذلك أجبرت الإدارة الأمريكية وأجبرت إسرائيل على التسليم بهذا الموقف. يعني دعك من الحديث عن أنها داخلية أم خارجية، أنت لديك في اليمن حالة من حالات الانقسام لم تكن موجودة في مصر. لكن أنا أتحدث هنا عن قضية واحدة ولا ندخل القضايا في بعضها، أتحدث عن قضية هل هناك مصلحة إقليمية تقتضي إسقاط نظام الأسد؟ أقول لك لا.
حتى نظام مبارك لم تكن هناك مصلحة إقليمية، لكن إرادة الشعب المصري هي التي سرعت الوتيرة، والجيش المصري لم يطلق رصاصة واحدة في مواجهة المصريين، وبالتالي انتهت المسألة، بعكس الوضع في سوريا الذي يطيل الوضع في سوريا، موقف إقليمي غير حاسم، أيضا انقسام حاد، والجيش ضد الشعب، الجيش يطلق الرصاص، يبيد الشعب بالدبابات، وبالتالي العنصر الداخلي موجود في كل الأحوال. من قمع المعارضة أو الثورة في البحرين؟ قوات درع الجزيرة. لو لم تكن هناك قوات درع الجزيرة ربما لتطور الأمر. وبالتالي من حسم الموقف في ليبيا هو قرار جمع العربية لمجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الليبي، فتدخل الناتو. سيدي الفاضل، الناتو لم يتدخل في مصر ولم يتدخل في سوريا، ورغم ذلك نجحت مصر وأن تنجح سوريا لاعتبارات داخلية. جودة كبر، أريد منك تعليق على ما تفضل به عماد بهذه النقطة بالذات. يعني أنت برأيك في ضغوط قادرة أن تغير في الوضع العربي، أم أن الآلية الداخلية للحراك العربي مستقلة عن كل ذلك؟ هذه النقطة بالذات. أعتقد أنه أن الآليات الداخلية في معظمها ستحدد النتيجة في كل دولة عربية، وأنا لا أعتقد أن بإمكانك الحديث عن أي دولتين عربيتين في نفس الجملة. الشيء المختلف في تونس ومصر هو أن الجيش يخص الدولة ويخص الشعب ويرى نفسه على أنه حام. الجيشين في تونس ومصر هما حماة السيادة، سيادة البلد، ولا يخصان الرجل. في سوريا الجيش يخص الرجل. في سوريا لا نعرف بعد، الجيش النظامي استخدم لإغلاق مناطق، بينما قوات الأمن ومعظمها تحت قيادة أخ الرئيس تقوم بالقتل الفعلي هناك. نحن لا نعرف ما إذا كان الجيش السوري نزل إلى الشوارع أو إذا نزل سيطلق النار على إخواته وإخوانه. الضباط علويين في الجيش السوري، ولكن أغلبية عناصر الجيش هم من السنة، وليس من المحتمل أن يطلقوا النار على الناس في الشارع. من الواضح أنه في الكثير من الدول، أمريكا، روسيا، الصين، الدول العربية أو دول عربية أخرى تتدخل في كل الأماكن التي كانت فيها اضطرابات أكثر من أي دولة أخرى، والنفوذ الخارجي سيكون هناك، ولكن في نهاية المطاف الشعب نفسه الذي فقد الخوف مستعد لمواجهة أي طرف يحاول أن يسيطر عليه إذا لم تكن هذه السيطرة في اتجاه ديمقراطي. الأسد انتهى، متى سيحدث ذلك لا نعرف، بعد 6 أشهر، سنة، لا نعرف، ولكن لا يوجد أي شك في أنه فقد شرعيته، والأمر يعود إلى الشعب السوري كي يحدد كيف يتم الانتقال بدون أي تدخل خارجي. ستيفن، أنت توافق، يعني بس لنحصر الحوار، أنت تعتبر أنه يمكن آليات التغيير الداخلية في سوريا أو غير سوريا أن تحسم الأمور دون تدخل دولي، سواء تدخل عسكري أم بواسطة الضغوط من خلال الأمم المتحدة أو أنا أتفق كثيرا أن الشيء الأهم والعامل الأهم الموجود في كل هذه الانتفاضات هي عوامل داخلية، ولكننا كنا نتحدث عن التأثيرات الإقليمية والدولية، وهذه أيضا مهمة ولا يمكن أن نقلل من شأنها، خاصة في حالة سوريا حيث الحكومة تمكنت من الاستفادة من الشبكات التي بنتها دوليا وإقليميا، وبطريقة سمحت لها أن تعزل نفسها عن بعض التأثيرات المطالب المحلية للتغيير السياسي، وأيضا من الضغوطات الإقليمية والدولية للتغيير على مستويات مختلفة. رأينا تحولا هائلا في توجهات مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تجاه سوريا في الأشهر القليلة الماضية، ورأينا تصعيدا تدريجيا للعقوبات ضد سوريا من جانب أوروبا والولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية وسياسية. نظام الأسد رغم ذلك مستمر في الاستفادة من الدعم الذي يتلقاه من لاعبين دوليين مثل الروس والصينيين ومن إيران، على الرغم من أن مسألة الدعم الإيراني لا تزال غامضة، ولكن هناك دول لم تكن مستعدة
لدعم الجهود الإقليمية والدولية لكبح جماح نظام الأسد، وهذا ترك المعارضة في سوريا تشعر أنها مكشوفة ومهددة. لهذا السبب البعض استدار أو توجه نحو السلاح، وآخرون طالبوا بحماية دولية من نظام الأسد بحيث يستطيعون التحرك باتجاه التغيير سلميا. ولكن لا يمكن أن نفصل كلية المحلي والدولي والإقليمي، على الرغم من أن المحلي هو الأهم. ما يحدث على المستويين الآخرين سيبلور كيفية باختصار حدوث قبل الاستراحة مرة أخرى. شوف، لا شك أن الدور الدولي والإقليمي والمحلي كلها تتشارك في صناعة القرار. الذي أقوله حول أقنع الأخ عماد في الموضوع أن الآن التأثير الداخلي أصبح أكثر أهمية من ذي قبل. يعني أعطيك مثل وحيد ونأخذ سوريا. ما تركيا الشريكة الأهم التجاري لسوريا، 2.5 مليار دولار سنويا حجم التبادل التجاري. تركيا بسبب الضغط الداخلي، بسبب ما حصل داخل سوريا، ليس من ضغوط أمريكية، الآن تفكر وستقوم حسب ما نسمع بحصار اقتصادي على سوريا رغم الاستثمارات الكبيرة. إيران، الرئيس أحمدي نجاد يطالب الرئيس السوري بأن يقف العنف، من كان يتصور ذلك؟ هذا سبب التأثير الداخلي، لا ضغط أمريكي على إيران ولا ضغط روسي على إيران. التأثير المحلي كل ما أقوله ليس الوحيد، إنما ارتفعت بس قادر أن يغير أهميته. قادر أن نعم. ينقل الأمور من مرحلة إلى مرحلة أخرى. نعم، ما حصل في مصر هو نقل حقيقي بسبب التأثيرات الداخلية، ليس تأثيرات خارجية. تأثيرات داخلية استطاعت أن تقلب الوضع في مصر دون تدخل خارجي كان له تأثير، لكن التأثير الأهم هو التأثير الداخلي. بدي أعود بعد الفاصل إلى جودة كفر في موضوع الإسرائيلي الفلسطيني والضغوط الدولية بهذا الشأن، إنما بعد هذه الاستراحة الأخيرة، فابقوا معي. الجزء الأخير أعزائي المشاهدين من الجهات الأربع. جودث، يعني باختصار إذا أمكن، أنت برأيك الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني هل يمكن أن يتحرك دون ضغوط دولية؟ يعني لا سيما اليوم يحكى عن ضغط غربي على إسرائيل. أنت برأيك أولا هل هذا ممكن؟ وإذا كان ممكنا هل إسرائيل تستجيب؟ لا أعتقد أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يحل بدون مساعدة خارجية دولية، وذلك لأن الطرفين لعبا دورا مثاليا كضحايا، ولا يوجد طرف منهما مستعد لإظهار أوراقه إلى أن يعرف المقصد. والمقصد هنا أعني به الخريطة، أين تكون الدولة الفلسطينية، أين يمكن لإسرائيل أن تبني مستوطنات. هذه الخارطة يجب أن تكون نتاجا للمفاوضات بينهما، وهي موجودة، ولكن الرباعية والولايات المتحدة عليهما أن تضع اللمسات الأخيرة على الخارطة. ولا يمكن، أو هناك الكثير من الأشياء المتشابهة بينهما، فهما يرى المخاوف في بعضهما البعض. إذا لم يكن هناك تغير معجزي في القيادة من الطرفين لا أرى تقدما. برأيك بصراحة إسرائيل ترضخ لضغوط أمريكية؟ لا أعرف ما تعني بضغوط أمريكية. الولايات المتحدة كانت تعارض كلام، هذا كان بواسطة الكلام، مواقف سياسية، إنما ضغوط فعلية، وقف مساعدات، مثلا الضغط لقبول فلسطين عضو في الأمم المتحدة. لم يحصل هذا الموقف الأمريكي، لم يتم. وهم لن يفعلوا ذلك. لا أعتمد على ضغط أمريكي على إسرائيل، خاصة الآن، لأن أمريكا منخرطة في حربين، وأمريكيون يقتلون، والرئيس أمامه اقتصاد فاشل ويحاول أن ينتخب من جديد. إذن لا تتطلع إلى أي ضغط جاد ينزع المساعدات، أي ضغط ملموس من الولايات المتحدة على إسرائيل. عماد جاد، ألا تعتبر أن التشدد الإسرائيلي اليوم جزء منه الموقف المصري المستجد من كامب ديفيد، بمعنى أن رئيس الحكومة المصرية
قال أنه ينبغي أو يمكن إعادة النظر باتفاقيات كامب ديفيد، بمعنى أن إسرائيل تقول وتردد إذا الحلفاء لا يؤتمنون فمن نستطيع أن نأتمنه حتى نغير أو نرتخ لتنازلات في هذه المرحلة من الحركات التغييرية والاحتجاجات العربية، بماذا ترد؟ لا بس أنا يعني أود توضيح هذه النقطة بشكل جلي تماما حتى لا تتكرر وتتردد في وسائل الإعلام. دعك من رئيس الوزراء، هو شخصية انتقالية وعليها علامات استفهام كثيرة في مصر، وانتقدت انتقادات حادة في أكثر من موقف بما فيها مثل هذه التصريحات. لكن إذا أردت أن تعرف ماذا قال عصام شرف في هذا الأمر، هو استخلص ما يدور في داخل النخبة المصرية التي تتحدث عن نقطة إيجابية في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهي نقطة أن المنطقة سي من الملحق الأمني، حسب الملحق الأمني، وهي منطقة طولها حوالي 206 كيلومتر من شمال الحدود المصرية حتى طابة وإيلات. هذه المنطقة طولها 206 كيلومتر وعرضها في بعض المناطق يصل إلى 33 كيلومتر، لا يوجد بها عسكري مصري واحد، بها عناصر من الشرطة حوالي 550 فرد من الشرطة، وهي منطقة وعرة تشهد تسلل أفارقة وتهريب مخدرات. وأعتقد أن تمسك إسرائيل بعدم تعديل هذا البند والسماح لمصر بنشر 2000 أو 3000 جندي بأسلحة متوسطة أو محدودة أو خفيفة، أعتقد أنه يؤذي المصالح المصرية الإسرائيلية. نحن ننظر إلى المسألة، يعني أنا واحد من الناس الذين يطالبون بإعادة النظر في الملحق الأمني وتحديدا في المنطقة سي، لكن أنظر إليها من منطلق رؤية إيجابية للعلاقات المصرية الإسرائيلية، لأن تواجد قوات مصرية تضبط الحدود في هذه المنطقة ستمنع التسلل وستصب في مصلحة إسرائيلية مصرية مشتركة، ولن تكون لطرف على حساب طرف. سيد الفاضل، انسى أي حديث عن إلغاء معاهدة السلام أو تعديل معاهدة السلام أو أن هناك حرب مصرية إسرائيلية، هذا كلام لا معنى ولا قيمة له، ولا المجتمع المصري مستعد، ولا أقول الحكومة أو المسؤولين. دعك من كل هذه الأمور، الآن أكثر فترة تتمتع فيها إسرائيل بالأمن مع قطاع غزة الموجودة فيها حركة حماس، والذي يحمل حدود الإسرائيلية القوة التنفيذية لحركة حماس. فدعك من التصريحات الإعلامية الهوجاء لبعض العناصر الأصولية المتشددة، لكن واقعيا غالبية المصريين يشعرون بأهمية كبرى لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأن أي نظر في التعديل هو من منطلق المصلحة المشتركة، ولن يفكر أحد. أشكرك عماد جاد على وجودك معنا. ستيفن هايدمان، سؤالي برأيك بموضوع الملفات التي نأخذها، موضوع ليبيا مثلا، هل برأيك تدخل الأطلسي بليبيا كان سبب لتعثر أو عائق أمام تدخل دولي جديد؟ لا أتحدث عسكريا، على الأقل في السياسي. أعتقد أن الجميع يدرك أن الحالة الليبية كانت مميزة، وأن الظروف التي روجت للتدخل في الحالة الليبية، هذه الظروف لا توجد بشكل واسع في المنطقة. أنا أقلق قليلاً بشأن المدى، مدى أن ليبيا أصبحت نموذجاً للبعض في المعارضة السورية، وأنها أصبحت أساساً للضغط على الغرب كي يجرب التجربة الليبية في أماكن أخرى. أنا لا أعتقد أننا سنرى هذه التجربة تكرر من جديد، وأنا واثق أنه لن يكون هناك تكرار لها في سوريا، وهذا يترك أمامنا الحاجة لتطوير استراتيجية بديلة للمعارضة السورية التي تتطرق إلى هواجسها بدون التحرك إلى التدخل. باختصار وعبد الوهاب أيضا، على ماذا يراهن الروسي بالنسبة للشأن السوري؟ ما هو رهان روسيا؟ أعتقد أن جزءا كبيرا مما يحدث في مجلس الأمن الدولي يعتمد على تفاهمات مختلفة بشأن ما هو على المحك إقليميا ودوليا نتيجة للانتفاضة السورية. ربما أعضاء الأمم المتحدة يشاطرون الرأي هنا أن نظام الأسد انتهى وأن المسألة مسألة وقت، ولكن من المهم جدا بالنسبة للدول العالمية القائدة. أنا أعتذر منك مجددا عبد الوهاب لما انتهى الوقت المخصص. شكرا عبد الوهاب الكبسي، جوديث كيبر، ستيفن هايدمان وعماد جاد من القاهرة. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الجهات الأربع، على أمل أن نلتقي معا في حلقة جديدة الأسبوع القادم. تصبحون على ألف خير.